تقرا فيها. كتجلس فيها وتقرا فيها. ايوه خلوة، خلوة هذه. خلوة خلوة. أيه ايه وضع العبادة والذكر. أقدر. ايش اللي اخذ من هذا الشيء؟ اما تنسوا شيء الله. كان جيوا نذكر الله هنا ونذكره تما. يا بنت هاد الخلوة اخترتيها حداد. وإلا وصلك المغرب كانت ودنا، كان ودنا هنا وكان مشي نصلي راه الجمعه راح وراك. هكداك هاد البلاصه دابا درتيها وسط هاد المزرعه ديالك. ايوا الا وسط هاد المزرعه ان شاء الله الا كملها الله. وكنت رجاله. هكداك قبل امور انا الا متنا. درتي فيها هاد، زرعتي فيها دابا هاد الزويتينات الا سخرهم الله سبحانه وتعالى. ايوا حنا غرفنا هاد البركه. الزويتينات هادو مزيان. ولكن ولكن اشنو با؟ ولكن اشنو خاص الرجال اللي يقابلو؟ خاص الرجال، خاص الرجال يقابلو ويحذيو وحذيو ويزربو وخسروا الفلوس ويزربو وحذيو ووقفوا حدا الزرب اللي عصبوا عليه. يحذيو كل شيء، وحذيو كل شيء ديال بوما الا مات. الا كنتو رجال عرفوه وحذيوه مورانا وترحموا علينا الا كنتو شي ولاد صالحين ان شاء الله. وهذا اللي كاين. احنا كان ما تنصب بين نبدل بين نتوز الوقت تنجي هنا. كتجي تخدم هنا شويه. كنجي نخدم هنا شويه. وانت حياتك كامله كتخدم، كيفاش زعما كتخدم؟ شحال واحد تيقول علاش تخدم دابا انت؟ قول لي انا كنخدم ما نقدرش نقعد ريله. قعدت طولت القعده على رجلي تيضروني. هذه من جهه. هذه من جهه. ولا جيت هنا كنبدا نخدم شويه ونكربل شويه وكيفاش تبغي تقول للشباب اللي باقي صحيح وما تيخدمش وانت دابا؟ لا حنا شوف، لا القرين ديالي نفس السن راه ما تينوش. داك اللي كان شباب وبقى هكاك ما خدام حتى قام وما تقديش حتى حجره ولا يلبس حتى صباطو ولا يدير شي حد ما خدم شي في الاول. كيعدم خاص تيعدم هذاك. والشباب الا بغى يهدي الله انتم منهم خدموا شويه وقت ما جيتوا وقت ما جيتوا من العمل وبغيتوا تقعدوا عند بوكم شويه كربلوا غرسوا ديروا شي حاجه باش الا جيتوا تكون الدنيا من ورا وسبوا اولادكم من ورا وزينه وطالعه. والعام اللي جاي يقول لك ابو الدينا تمام ويجيو بعدا يلقاو الزويتينات مزيانين وسبوا والى ثمرهم الله وكبروا تاكلوا منهم الثمر. اييه ماشي انسان. وكتعطي مثال لهاد الشباب الصغير تا هو خصو يخدم. خصو يخدم ما يقعدش. شي الناس عندنا هنا ولاد العساكريه غير تيجيو هذيك الليله تيباتوا الصباح يبترو تيرفدوا المبادر ويرفدوا الفيسان ويرفدوا يصابوا في العراسي ديالهم ويعاونوا بهم. ينوضوا يخدموا. فاش الا جاو يصوموا ما يقعدوا. اييه. ايوا شنو كاين؟ انسان بدون عمل راه ما عنده والو. ما كيخدم ما فيه نفس والو ياكل وراقد بلا ربح. الحيوان افضل منه. مازال الحيوان كيخدم. منهم هذوك اللي مذكورين في القران الخيله والبغاله والحميره. تمام. كلهم تيخدموا. والحشرات راه الحشرات ما كيخدموش. والو اللي هما ناقصين. الانسان اللي ناقص بحال الحشرات هذاك اللي كنسول. مرتا ياكل وخرج ياكل وعاود يجي وخرج ياكل. ما عندوش النفس تكون مات ليه النفس با. ما شو هذاك العيا ما كان مات نفسه.